السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير هاني، الله يحفظكم ليا الغاليات. احنا جينا المعصرات وهادشي شهوه، راه غزاله كيعصروا فيها الناس الزيت، راه فنه تبارك الله ما شاء الله اللهم بارك. جينا ان شاء الله الرحمن الرحيم باش غادي نتشاركوا معاكم هاد المعصره هادي وتشوفوها، واللي بغى الزيت راه فيها الزيت. يا سلام، راه زوينه وغزاله وتبارك الله ما شاء الله اللهم بارك. حنا كنوريكم البلاصه فين جات، ها انتم البلاصه فين جات والمعصره ها هياك، وحنا غادي نورا لكم ان شاء الله من الداخل كيفاش داير. تبارك الله ما شاء الله راه زوينه، تبارك الله ما شاء الله راه زوينه وغزاله هاد المعصره، راه الفن يا البنات على بزيناتها. تشال الناس اللي كاينين في الدوار، وانتم يا البنات خوتي خواتاتي اللي بغى الزيت وبغى يجي لهاد البلاصه هادي، راه فيها الزيت غزاله وزوينه. حنا حتى حنا رداها الوليد وداها خويا، وانتم سبحان الله العظيم شوفوا كيفاش كيكون هاد الشيء. انتم كيفاش كطحن الزيت وكيفاش كدير هنايا، انتم تبارك الله ما شاء الله. انتم هنا في كتصفى الزيت احسن نقول لي. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحه بخير، كلشي بخير. واجينا نتشاركوا معكم اليوم المعصره ديال الزيتون. ها الزيتون مازال ما طحن، ها هو فين تدعى اسمي ده يقلل تحت ديال الحجرة. ها الحجرة، الحجرة هاي وريوها معاكم دابا ملي تطلع الزيتون، ها هو تطيح الحجرة. ايه الله يحفظك.
شوف التليفون كيركب. دابا فين بيبلي؟ هي زير دابا صافي. أفضل هذا هو المزيان. هذا هو المزيان. طب انت مكان الزيت تبقى مكان تحت الزيت تاع الزيت.